طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في مسرح منبر مبادرة الباحثين السودانيين. اليوم 15 رمضان موافق 20 مايو 2019، وتتواصل فعاليات بتاعتنا في محيط اعتصام القيادة العامة. سقطت ما سقطت، صابلنا حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب. هنبدأ إن شاء الله أول محاضرة مع دكتور نيازي عزالدين عن فن الحوار. هو اختصاصي الطب النفسي وعلم النفس، الطب النفسي والباطنية والجودة الشاملة. دكتور نيازي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير عليكم. أبدأ الكلام عن فن الحوار، وأبدأ بالمعنى معنى كلمة حوار في اللغة. حاور يحاور، هذه الكلمة معناها يعني تراجع يتراجع، يعني يمكن الذين يعرفون معنى الكلمة ما بكون في مشكلة، لكن الذين بالنسبة لهم معنى الكلمة أول مرة يبقى في شوية دهشة، مش كده؟ لانه احنا متعودين انه الحوار يكون دائما فيه شد وجذب وفيه تفاعل. فلما يكون معنى كلمه حوار انه تراجع يتراجع في اللغه، وده بيودينا للحته بتاعه الاصطلاح التراجع. يعني لما نقول فن الحوار هو فن التراجع، كيف يتراجع الانسان؟ اصلا ما بكون في حوار عفوا ما بكون في حوار بالمعنى المعروف بين طرفين. عشان يكون في حوار طبعا لازم يكون في على الأقل طرفين. ما بكون في حوار إلا إذا يعني أنا مثلا طرف أول وإنت طرف تاني. لو ما تراجعت أنا عن ما أدافع عنه من آراء لفائدة ومصلحة ما تأتي به أنت وما تقوله، ما بيحصل الفائدة. لذلك لا بد أن تتراجع عن معتقداتك وعن قناعاتك حتى تسمح للمنطقة اللي أنا عاوز أقوله أنه يعني يأخذ حيز ومن ذهنك ومن قناعاتك، والعكس صحيح. أنت تتراجع شوية من 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 قناعاتك وتأخذ مني، والأمور كده بتمشي. طبعا في انماط من او انواع من الحوار. يعني احنا بنركز على يعني على نوع الاول اللي هو الحوار الايجابي. الحوار الايجابي عنده ثلاثة عناصر المفروض تتوفر. العنصر الاول هو أن يكون في منطق. العنصر الثاني أن يكون في عقلانية. والثالث أن يكون في الطرفين في قبول، يعني ما في أفكار مسبقة أنت داخل بها مع الطرف الثاني اللي أنت بتحاوره. لأنه لما تخش بفكرة مسبقة حكمت على الحوار بأنه ينتهي قبل أن يبدأ. وأنا تعرضت في محاضرة سابقة عن الشخصية السودانية أو النفسية السودانية، فقلنا أنه هي نفسية مكوناتها هشة لأنها بتعتمد على الجانب العاطفي والجانب الانفعالي. وهذه الخاصية للشخصية السودانية الهشاشة
فيها جانب إيجابي وفيها جانب سلبي. الجانب الإيجابي إنه نحن العاطفة هي مسيرة معظم تحركاتنا وعلاقاتنا مع بعضنا البعض، والعاطفة طوالي بتقود إلى قاعدة نحن شغالين بها اللي هي قاعدة الانطباع الأول، معروفة طبعا في الاصطلاح بأنها the first impression يعني. وهي أصلا ممكن حتى هي هذه القاعدة بتاعت الانطباع الأول تكون ذات حدين يعني. الحد الأول إنها ممكن تكون عنيفة جدا ومتسرعة، والحكم على الشخص بهذه القاعدة أيضا ينهي الموضوع بتاع الحوار بينك وبينه سريعا. الجانب السلبي من ناحية الهشاشة في الشخصية السودانية هو إنه أنت بتكون عرضة لكمية من الانفعالات. عاوز أربط الحاجة دي بالكلام بتاع المحاضرة الأولى اللي هو معدل الذكاء العاطفي. طبعا كان أخذنا محاضرة أولى، إن شاء الله لو ربنا سهل وصلنا الموضوع بتاع الاعتصام ده، هتكون في محاضرات في شكل دورة عن موضوع التدريب على كيفية اكتساب المهارات اللي من شأنها إنها تزيد من معدل الذكاء العاطفي بالنسبة للشخص الراغب يعني، وكل الناس مستهدفين على فكرة. فأنا عشان أجري حوار إيجابي معك أو مع أكثر من طرف لازم يعني أتمتع بقدر من الذكاء العاطفي معتبر، اللي هو أرجع للتعريف بتاعه اللي هو إنك تكون على علم ودراية بأفكارك وقادر على إنك تسيطر على عواطفك وتسخرهم الاثنين، إدارة الأفكار والسيطرة على العواطف لفائدة الهدف اللي انت جاري وراه دار تحققه. ممكن يكون نجاح وظيفي، ممكن يكون حوار. ونحن بنتكلم الليلة عن انه في حوار من اوائل الاسبوع الاول او بداية الاسبوع الثاني من شهر ابريل لحد اللحظة اللي نحن موجودين فيها في سلسلة بتاعت مفاوضات قائمة بين تجمع المهنيين وقوة التغيير والحرية من جهة والمجلس العسكري من جهة تانية. الحاصل بينهم ده هو حوار طبعا، والتعثر الحصل في انهم يصلوا لصيغة مرضية لكل الأطراف سببه انه افتقاد الناس الأطراف دي إلى بعض عناصر الحوار اللازمة لنجاح العملية بتاعت الحوار. طيب الحاجة دي أساسا بتعتمد على الثقة يعني. لو كان المعدل بتاع الذكاء العاطفي بتاع الطرف الأول والطرف الثاني واللي هم عناصر معنية بعملية بتاعت حوار في موضوع معين متوفرة، يبقى من عناصر المكونة لموضوع اكتساب مهارات فن الحوار هي أن يكون في ثقة بين الطرفين المتحاورين. وما بتجي الثقة دي إلا إذا كان زي ما قلت في التزام بنوع مهم من أنواع الحوار وهو النوع الإيجابي. وهذا النوع يجب أنه يكون في عقلانية ومنطق، ويجب يكون في درجة من القبول، كل طرف يقبل الطرف الآخر. وهذه الدرجة من القبول ما بتتوفر إلا إذا تعاملنا بمنأى عن قاعدة الانطباع الأول الفيرست إمبريشن. و
القاعدة دي زي ما قلت في الشخصية السودانية هي محركة ومتحكمة في تعاملات كل السودانيين أو جلهم، لأنه لازم برضو ندي الجزء الأقل الموجود واللي حاز على قدر من التنوير المعرفي والخبرات وكده، وطلع من الحتة بتاعة الهشاشة بتاعت الشخصية اللي من لوازمها أنه يكون في تطبيق لا شعوري وعمل عملي لقاعدة الانطباع. طيب، من ضمن الأشياء اللي بتخلي فن الحوار فعال ويوصلك لنتائج مرجوة أنه يكون في خبرات، يعني في خبرات مهمة مكتسبة من قبل الطرفين. يعني الليلة لو جاء طرف أول مثلا وعنده مشكلة في الخبرات بتاعت كيف يحاور، وهو جاي يحاور عن شنو، تكلم عن شنو، وفي طرف تاني أكثر خبرة، فالمتوقع من التشكيلة دي من المحاورين إنه يكون في تعثر في النتائج النهائية. طبعا التاريخ بتاع الحوار في على وجه الأرض يعني ابتدأ مبكرا جدا، حتى من قبل تطور اللغات في على وجه كوكب الأرض. وده مهم إنه أقوله، لأنه طبعا المكونات الشخصية لعناصر الحوار الناجح أو الإيجابي أو الفعال اللي هي بتعتمد على جوانب لغة الجسد وجوانب مهارات الحوار اللغوية اللي هي اللي انت بتاخد وتدي في الكلام أثناء ما انت بتحاير مع الطرف الثاني. لكن طبعا إذا كنت تمتاز بقدر من الجمود وعدم تفعيل لغة الجسد فالنتيجة بتكون أقل، وما بتكون ذات معدل مرضي أو عالي، لأنه العملية بتاعت الحوار يعني هو فن الحوار زي ما قلت بيعتمد على طرفين بيكونوا قاعدين قدام بعض، وبتكون في عناصر مشتركة زي ما قلت، في خبرة هنا، في ثقة، في موضوعية، في حوار إيجابي، في نية، في رغبة، على أساس إنه الطرفين ينجحوا الحوار ويصلوا به إلى الغايات والمرجو. ولازم يكون يعني أنت عشان تستخدم لغة الجسد مع الخبرات اللغوية بتاعتك أثناء ما أنت بتحاور، لازم يكون معدل الذكاء العاطفي بتاعك متوسط لم يكن عالي. وزي ما قلت في المرة الفاتت إنه قبل ما تخش في حوار مع أي شخص في أي موضوع لازم تكون عندك رؤية معينة للموضوع اللي انت عاوز تتحاور فيه، ولازم يكون عندك خطة عشان تصل للأهداف بتاعتك، ولازم يكون عندك أدوات أثناء الحوار ما هو شغال اللي هي أفعال في شكل لغة جسد وفي شكل لغة تستخدم فيها الألفاظ والتعابير المناسبة في كل مرحلة من مراحل الحوار. بعد ما تحصل الأفعال دي منك هي الأكشنز والرياكشنز دي، أنت بتكون عندك مقدرة على أنك تحدد أنت قدرت تصل إلى النجاح في موضوع الحوار اللي أنت أصلا واضع له رؤية وخطة ومشيت في اتجاهه.
بالنسبة للحاصل يعني لسه بنتكلم ونحن في أجواء بتاع الترقب وتمنيات إيجابية ما شاء الله تكلل بالنجاح. يعني إنه الاعتصام ومكوناته الشبابية والمختلفة دي واللي صاب بينها يعني من فترة تجاوزت 5 أو 6 أسابيع لحد الآن. نتمنى إنه الأطراف المتحاورة يعني طبعا هسه ده كلام ممكن يكون شوية ممكن يكون في وقته في توقيته تماما جاء وممكن يكون فات أوانه يعني، لكن عموما لأنه إحنا بنتعامل مع وسائط مفتوحين على الإنترنت وعلى وسائط التواصل الاجتماعي وكده، فممكن هذا الكلام الهسة يعني أنا بصدده يصل ويبلغ منتهاه ويؤدي الوظيفة بتاعته. ولكن المهم والأهم في الموضوع إنه نحنا قصدنا تنوير يعني عصف ذهني وتنوير معرفي، يعني لأنه ما فينا زول ما بيحتاج أو ما بيستخدم الحوار في حياته من البيت من أول ساعة من الاستيقاظ يعني صحيان في حوار بيكون بين الأم وطفلها حتى لو كان في مهد أو رضيع، يعني اللي هو بيكون في تعامل بلغة الجسد بين الأم والطفل وإيماءات ولمسات وضحكات إلى آخره، وبيبدأ حوار بعد ذاك بين الأم وأولادها بين الأب وأولاده، يبدأ بالتحية الصباحية يعني البسيطة دي، وبعد ذاك يعني بتلقائية يعني هو طبعا الناس بتمارس الحوار بأنماطه المختلفة بتلقائية وعفوية، حتى الخطة بتاعة الحوار مما يصبح الإنسان لحد ما ينتهي اليوم، لو الإنسان قعد وراجع نفسه من بداية اليوم بعد ما يجهز ويبدأ الشعائر بتاعته يصلي وبعد كده يبدأ يأكل ويجهز ويطلع بر لحد ما يطلع ويجي راجع، لو عملت مراجعة كده فيدباك لنفسك انت بتلقى نفسك عملت عدد كبير من الحوارات وممكن تفصلها، وبعد ذلك ممكن تعمل يعني جرد لنفسك انت مفروض في يومك تكون طلعت بحصيلة إيجابية يعني من الحوار مع مختلف العناصر البشرية كل على حسب قربه وبعده منك، يعني العلاقات الأسرية دي ده حوار لما تطلع برا البيت مع الزملاء في الشارع مع المجتمع دي كلها حوارات مجموعة من الحوارات انت بتأديها او بتقوم بها بصورة يعني تلقائية يوميا، لكن عشان الفائدة منها تكون كبيرة بالنسبة لك انت ممكن تعمل يعني وانت راجع كده وخلاص دار تجهز نفسك للموضوع النوم وكده بعد ما تكون أديت شعائرك وانتهيت من وجباتك إلى آخره، فممكن يعني تقيم أداء نفسك في خلال اليوم يعني كم أجريت من الحوارات ومع منو وطلعت منها بشنو وشنو الجوانب السلبية ودورك فيها كان شنو، يعني لازم يكون عندك برضو مقدرة على النقد الذاتي، لأنه إذا ما بديت بنقد نفسك ما بكون عندك المقدرة على إنك تقبل النقد من الآخرين، وبالتالي فرصك في إنك تطور من مقدرتك على إنك تحاور يعني حتكون فرص بسيطة وضئيلة، وفي نهاية الأمر أنا عاوز أقول إنه هو الحوار إحنا بنتكلم عنه هسه كفن، لكنه هو صاحب البشر منذ بدايات الخليقة
حتى ما قبل التطور اللغوي واللي هي طبعا هي الأداة الأساسية الحاسمة في موضوع الحوار بالنسبة للناس العاديين هي اللغة. لكن طبعا لا ننسى انه في فئات من المجتمع زي فئة الصم مثلا والبكم عندهم درجة مميزة جدا وعالية من الأداء الحواري مع بعضهم ومع المجتمع, ودي بيعملوها بمعدل عالي جدا من الذكاء العاطفي, ونسبة لغياب العنصر اللغوي والتعبيري, لكن طبعا بيستخدموا لغة الجسد كذلك. مثلا الشريحة بتاعة المبصرين بيسموها طبعا هم يعني المكفوفين, عندهم طبعا فن الرؤية بالأذن يعني اللي هو مشهور, يعني هي زي آليات تعويضية بالنسبة لهم, يمكن أن للمبصر أو الكفيف إنه يراك بأذنه أو يسمعك يتسمعك, زي ما قال أتذكر في المقام ده عملوا لقاء مع العازف المشهور تاع العود عوض حمودي مع سعد الدين, فقال له أنت يعني بتحفظ الحان دي والنوت دي كيف؟ قال لي يا سعد انت ما عارف انه العميان آفت سمع, يعني كانت تعبير ظريف لكنه عميق جدا. يعني الآفة طبعا هي بالنسبة لناس الزراعة بتقضي على كل المحصول, فهو لما يلقى حاجة يسمعها بيكون مركز تركيز, يعني تضرب التركيز بتاعنا اللي احنا اللي هم مبصرين يمكن في ألف مرة ما منكم بالغنا ومقدرته على الحفظ والاستيعاب وانه يتصورك عبر الاذن يعني. لذلك دي نقطة مهمة هنا اللي هو انه انت عشان تكون محاور جيد لازم تكون نمرة واحد مستمع جيد. يعني لو ما استمعت لرأيي اللي انا عاوز اقوله بفرصة كاملة وبتركيز كامل اطلاقا ما حيكون في فائدة, ولا حتعرف تدخل بمداخل معينة على اساس انك ترد على الرأي برأي اخر مستفيدا من الكلام اللي انت يعني بيصلك من الطرف الاخر وكده. والموضوع طبعا يمكن يكون له تفاصيل أخرى كثيرة لكن أنا بكتفي بهذا القدر, وإذا في أي أسئلة أنا نشكر الدكتور نيازي عزالدين على المحاضرة القيمة, وهو طبعا صاب بيها هنا ده كل يوم, فالأسئلة بتاعتكم هخليها نحنا ليوم بكرة وبعد بكرة إن شاء الله. فالناس طبعا هي سقطت ما سقطت صابينا حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب, حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب, حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب. الليلة تسقط بس رص العساكر الرص, 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 رص العساكر الرص. شهدانا ما ماتوا ثورة, شهدانا ما ماتوا ثورة, عايشين مع الزوار ثورة, الماضي ضمير خاين ثورة, حالفين نجيب الدر ثورة, استاذ كتب قصة ثورة, احمد كتب قصة ثورة, قصة وطن الشامخ ثورة, نقراها للاجيال ثورة, معروفة للزوار ثورة, محجوب رسم خارطة ثورة, راويها بيتمه ثورة, اثبت بانه شريف ثورة, كل الوطن همه ثورة, نتلاقى في الثورة ثورة, شايلين هموم مسلم على وسني ثورة, حلفاوي فوراوي ثورة, ثورتنا منتظمة ثورة, يا ساير استنى ثورة, انا خطوتي ما معك ثورة, تم الشهيد ما راح ثورة, تم الشهيد ما راح ثورة,
دم الشهيد ما راح تشهيد نصوته هنا في جنة روحه هناك تشهيد نصوته هنا في جنة روحه هناك يا الماشي للميدان جيب لي معك بومبان شرطا يقوم مليان لا فاضي لا خلصان بريحة الثورة الساعة ثورة ونص سوداني وما هماني في نقولة تسقط تاني تسقط 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 كلك تسقط 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 شكرا لك شكرا لك التحية يا اخوانا لشباب سوار التقانة الحلوين الرائعين جزيلا لك شكرا لشباب سوار التقانة هنواصل اخوانا في البرنامج بتاعنا والمحاضرة الجاية مع الاستاذة أميرة إبراهيم الفكي من خيمة الدعم النفسي بالاعتصام يا اخوانا في خيمة في الشارع الرئيسي هناك شارع بري بتاع الدعم النفسي لو اي زول حس باكتئاب حس باي حاجة النفس يا اخواننا بتمرض زي ما الجسم بيمرض فحاليا الاستاذة أميرة هتقدم لنا حاجة عن الأمان النفسي والثقة تفضل استاذة أميرة السلام عليكم ورحمة الله طبعا انا ما عندي كلام اذا ما يقولوا اذا حضر الماء بطل التيمم بالنسبة زي ما قال لكم دكتور أيمن خيمة الدعم النفسي موجودة بداية الاحتسام طيب يعني شنو أمان نفسي لما نجي أتكلم عن أمان النفسي هي كلمة تعني لنا الكثير في حياتنا فهي كيان الذي نعيش من أجله التوازن الداخلي الذي يبهج حياتنا يجعل حياتنا أو يمنع حياتنا حياة جميلة وهادئة ودافئة وخالية بالكثير من الكراهية والحقد وجلد الذات طيب أنا تكلمت في الموضوع قبل كده اللي هو الأمن النفسي في نفس الموقع ده بس عايزة أربط الأمن النفسي بالثقة يعني اليوم هتكلم عن الثقة لأنها هي جزء من الأمن النفسي طيب الثقة معناها شنو لما نقول إنسان واثق في نفسه أنا عايز أتكلم كلام بسيط يعني السؤال ما تروح لكم يعني شو ثقة لما نقول إنسان واثق في نفسه معناها شنو معناها إنسان عنده معرفة كافية بنفسه يعني أنا شنو في الحياة دي أنا شنو ما أنا شنو يعني هواياتي شنو أو أنا بحب في حاجة؟ يعني هواياتي شنو اللي أنا بحبها؟ لا أنا يعني معرفتي الكامنة بنفسي شنو؟ طيب الكلام ده يعني لما أسأل يعني شنو بالنسبة لكم؟ عايز أقول جاوبني منكم السؤال لكم تتحكم في تصرفاتك يعني تعرف فكرك وحياتك معناه اتحكم في تصرفاتك طيب نشوف المعنى ده تفضل انا احس بذاتي كده وانا بقدم حاجه ممتاز ممكن نقول تحس بقيمه نفسك انت بتحس بقيمه نفسك معناته انت انسان لك درايه بنفسك المشاكل اللي ممكن انا اقع فيها انا بكون عارف ممكن اتصرف معاها إذا أنا وقعت في مشكلة يا جماعة أنا بكون ملم بالمشكلة دي وبقدر أحل المشكلة بطرق علمية أو طرق سليمة طيب معنى تاني للثقة تفضل اتخاذ القرارات اللازمة بأي أماكن اتخاذ القرار المناسب بأي مشكلة بأي أماكن يعني. يقول ثقة الإنسان بنفسه معناته هو إنسان قادر على اتخاذ قراراته ده برضو هنجي له في هنجي نتكلم عنه طيب كمان تفضل انا انسان بثق في نفسي معناه انا عارف قدراتي وامكانياتي وبقدر اوصفها في الطريقه الصح اللي بيخليني اعبر عن حاجاتي بطريقه ما تضر زول تاني او تجرح مشاعر زول تاني تعرف مرة جميل
طيب كل تعريفكم اللي قلتوها دي صحيحة، الفهم لا كان جميل جدا. طيب نقول الثقة هي جزء من الأمان النفسي، إنسان واثق بنفسه أو واثق بالآخرين هو أكيد حيعيش حياة فيها نوع من التصالح، يعني هو بالصالح مع نفسه بالصالح مع الآخرين. طيب هي القوة للوقوف على المبادئ، الوصول للأهداف. الثقة في محور هام، الثقة هي محور هام بالنسبة لنا، وذلك في اتخاذ القرار، الوصول للأهداف، الاقتناع والإقناع مع الآخرين، الاتفاق والالتفاف حول المبادئ. طيب أنا هتكلم عن آخر نقطة، حبدأ الالتفاف والاهتمام بالمبادئ. يا جماعة إحنا عندنا في حياتنا كسودانيين، يعني في حياتنا العادية لنا مبادئ إحنا بنعيش حولها أو بنعيش لها. إيش نوع أنا سأقول لك أنت إنسان عندك مبدأ، يعني شنو؟ يعني شنو عندك مبدأ؟ إن شنو؟ طريق. لكن المبادئ دي هنو نحن عايشين من أجلها. يا جماعة المبادئ دي شنو؟ انتم قمتوا ثورة الآن، البلد دي قائمة كلها عبارة عن حريتكم دي وسلامكم اللي انتم عايزين تعيشوه. اذا دي من اكثر الاشياء المبادئ نحن لازم نتلف حولها ونعمل عليها شنو؟ نعيش واقع يا جماعة، ما كلام، نعيش واقع بثقة. اول حاجة نحن لازم نوثق فيها نحن حنصل لهدفنا ده، لازم تكون واثق من نفسك. يا جماعة الإشاعات والإرجاف اللي بيقولوه عن السودان الآن، والله أقسم بالله العظيم إنه السودان ده حيصل مراحل قمة في الإبداع، دي حاجة واحدة. الشيء الثاني إن السودان حيتحقق له أشياء كثيرة. السبب ليه نحن حنعيش يعني حياة فيها الخير الجاي للسودان، الخير الآن حيتكتب للسودان ده اللي حنعيشه في حياتنا، هنعيش كيف؟ يعني كيف حنوصل للحاجة دي؟ بالثقة. نحن ما كنا واثقين وفي تفكير إيجابي ونحن واثقين من إنه نحن في قطة ثابتة. الآن أنا بحس من أجي بعض الناس أو أكثر الناس يعني الشيء اللي بيطلعوه أو بيرجفوه حول الثورة، الإشاعات اللي بتطلع فلان ده وفلان مدري، ويعني في أشياء كثيرة حاصلة، يعني معمعة صح؟ معمعة. السبب الأساسي لأن إحنا ما التفينا بثقة حول مبادئنا، ما التفينا بثقة. لو التفينا بثقة تامة نحن بنقدر نصل، بنقدر نصل بشنو؟ بقوتنا، باتخاذ قرارنا، بأهدافنا، بثقتنا في شنو؟ في أنفسنا. نحن قادرين نعمل. يا جماعة السودان ده فيه ناس، يعني وكون إحنا كلنا ما الناس، نحن كسودانيين أنا بعتبر نحن نعتبر قمة الشعوب، من أرقى الشعوب تفكيرا، من أرقى الشعوب يعني في سلوكياتها، من أرقى الناس في تفكير. يعني إحنا عندنا قمم 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 قمم، وبعد ده كله بنلقى نفس بلدنا في الحضيض، صح ولا ما صح؟ كده يا جماعة فكروا كده حولنا، السبب شنو؟ شغلتنا مزعزعة بنفسنا دائما، إحنا يعني الخوف الجوانا ده، وإننا إحنا ما قادرين نسخ في الآخرين، لا قادرين نسخ صراحة، للمجلس ده قادر يسخ في المدنيين، ولا المدنيين عايزين يسخوا في صح؟ في المجلس ما في ثقة وتبادل زي ما قال دكتور نيازي. ده من الحوار، الحوار ليه بيكون حوار فاشل؟ لأنه ما في ثقة، ما في ثقة في الآخرين، ما في ثقة ولا في ثقة في أنفسنا. إحنا جماعة وجدنا الثقة دي عبارة، تعرف الآن لو جبت مكنة فككتها حتلقى أكتر شيء ماسك المكنة دي شنو؟ صواميل. الثقة دي تعتبر صامول للمكنات الممكن تحرك أي حاجة في الكون ده، أي جهاز، مش صواميل صغيرة بتمسكه. ما لم تتوفر الصامولة دي بتاعت الثقة نحن نثق في فلان يعني صراحة. هو يمكن لأنه إحنا مرينا بأنه ده أكل حاجة صح؟ أي مسؤول مسكه أكل الدائرة الفلانية، جاء الأمن حقنا أمن فاسد، يعني الأمنية نفسها مسكوا البلد، خططوا لأنه هم يمتلكوا المال، وبعد ده كله أذوا الناس، أذوها في عرضها، أذوها في سمعتها، اللي عذبوه. أنا قبل 3 أيام سمعت كلام في خيمة الاعتصام، يعني أنا ما تخيلت يعني الفظاعة اللي كان عايشينها السودانيين أو كنا عايشينها كشعب. لأنه معلش أنا يعني الكلام ده بقوله مرارا وتكرارا، أنا ما عشت في السودان كثير، ما عندي خلفية باللي بيحصل، لكن لما تحصل أنا من المفاجأة كنت بقول لا أنت متأكدة من الكلام ده، لأنه الشخصية دي أنا التقيت بها بتمر الجمرات في الحج، شخصية كان ما عاد أذكر أسماء، لكن أنا شفت الشخصية دي، شفت على ورق عجيب جات واحدة، أنا ما أعرف المعلومات دي صحيحة ولا لا، قلت لي الشخصية اللي انت بتقولي اسمها وانت شفتيها بتعمل الجمرات في الحج، والله الشخصية دي عملت وعملت 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 وعملت. صراحة انا حسيت بالغثيان، حسيت بقلبي ألمني من جوا. ليه؟
لأنه أنت لما تكون عندك فكرة عن حاجة معينة وتجي تنصدم صراحة زي بنيان تهوى قدامك صح؟ طيب عشان ما أطلع من الموضوع، أنا بحس بهنين بطلع من الموضوع، نتكلم عن الالتفاف حول المبادئ. نحن كسودانيين إذا ما التفينا حول مبادئنا للثورة دي وصغنا في بعض، الصغة تنبع من جوانا يا جماعة، نكون واثقين في نفسنا إن نحن حنعمل حاجة. السبب السودان ده فيه قدرات هائلة، فيه مواهب هائلة، فيه خيرات كثيرة. المانع شنو؟ الخير ده يطلع للناس في الأرض وتعيش، نعيش زي الشعوب، نعيش في رفاهية. بيمنعنا شنو؟ المانعنا شنو؟ لأننا يا جماعة نحن عايشين هزة عنيفة، نفوسنا دي فيها هزة عنيفة. يعني أنا الليلة أجي أدي فلان ده حاجة عشان أتعامل معه ما باسقة فيه. أتمسغة ده جي من وين؟ معنى لما نطلع من بلدنا ونعيش برا، لما نعيش برا سبحان الله أكثر الشعوب قول لك ده سوداني، أنا سوداني عايز أتعامل معه، عايز أأمنه على أي حاجة، مال، عرض، بيت. حتى السواق يا جماعة أنا بعرف بعض السعوديين يقول لك أنا داير سواق سوداني عشان يسوق بناتي ده اللي وصلوا لهم من المدرسة، يسوقوا نجيبوا يرجعهم للبيت. السبب حاسي بالأمان معهم، واثق فيه. لكن الليلة نحن ما واثقين في بعض. إذا كان الناس البرة بيثقوا فينا لكن ونحن ما واثقين في بعض، دي ما مفارقة عجيبة. ثقتنا هتقوم وتتمل بشنو؟ لما نحن نسخ الناس دي قالوا نحن هنعمل حاجة، نديهم فرصة أعملوا حاجة عشان ما تجي بك كثير من الدماء. والله بحزن لما الإنسان يشوف الدم ده، والله يا جماعة غالي دم المؤمن، ده غالي دم المسلم، غالي دم البشر يا عامة غالي. ليه نحن بنحرق في الدماء بالطريقة دي؟ شيء محزن وشيء يدعو للألم، يعني الألم يعني سبحان الله، يعني شيء ألم لا يوصف. لما تشوف أنت شاب في عيد شبابه، رصاصة في قلبه، مات، فقد عمره، ده أمه كانت متأملة فيه، وده أبوه كان متأمل فيه، المجتمع محتاج ليه، والناس يعني صراحة أشياء يعني غريبة، أشياء غريبة. طيب قلنا آخر أحد الإغناء طيب نحن عايزة سبب، يعني أسأل الليلة أنت قاعد وعايش حياتك طبيعي في الحلة وتحلة وتحارة، عايش في المدينة، عايش في الخرطوم، عايش في غرية، أنت ليه ما بتثق في الناس؟ في زول عنده مشكلة مع الثقة في الناس يا جماعة؟ السؤال لكم، عندك مشكلة في الثقة؟ يعني أنت بتثق في الناس كده؟ ممكن تجي شايل 10,000 تفضلي 10,000 كده تطلي على فلان تقول لا أنا أمنتك الأمانة دي، ممكن؟ ما ممكن اشيل فلوس كده اقول لفلان، حتى لو حلتك يا اخي، حتى لو اخوك من امك وابوك بتقدر تقول لك كده؟ السبب شنو؟ التجارب بتاعتنا طبعا والخبرات بتاعتنا هي بتوحي لنا انه درجة الصيغة تكون كيف. انا من الناس اللي بخوت انه هي دول بديه جزء من الصيغة ما كلها، بعد ذاك بزيدها بحسب شنو الفيدباك بتاعتي عنه، لكن الثقة المطلقة طبعا ما ممكن. طيب في انسان ممكن تثق فيه انه تديه خبر تقول له والله انا يا فلان حصل علي كده وكده وكده موقف وانا مشيت وحصلت لي تجربة كده كده، تفضل. ما عندي ثقة في الناس انا اديه خبر ولا اتعامل معاه بامان وكده، في صالحين في كده في نفسي ما مصالحة معه، ما عندي تصالح الناس في زول، يعني حتى أسع في الكلام يعني ما واثقة إن أنا أجيب وأتكلم، ضعيفة يعني صغته ضعيفة في نفسي. تقول هي يا جماعة ما بتثق في الآخرين أبدا بأي حال من الأحوال، يعني لو شالك جنيه ما بتقدر تدي له أخونا ده تقول لها قمسك ولي معلش أنا بضرب مثلا، أو مثلا تجي تقول لصاحبتها دي اسمك أنا صار لي موقف ومشيت وما أدري إيش، صح؟ صعب إنها تثق فيها، تقول السبب حتى أنا ما عندها ثقة، تجي توقف تتكلم هنا. طيب أنا يعني ليه الناس وصلت مرحلة زي دي؟ زي ما قال أخونا ده أنا من بجيب يعني أنا ما محضرة كمان، يعني دي كويس إنكم بتكلموني. تقول من التجارب، من التجربة في المجتمع، يعني أنا جربت في المجتمع أشياء وخلتني أنا ما أثق في الآخرين. طيب نحن عايزين نقضي على الظواهر السلبية دي تعتبر من أسوأ الأشياء وما حد قدمنا لها قدام. هنفضل كده في معركة نحن الآن وصلنا بسلاح، الأمن يجي يضرب الشباب ديل معنى إنهم عزلوا ما عندهم أي حياة، أمن يجي طح اقتلوا،
أمنجي ده جايب سلاح من برا الله ياخده بياخد يومه، جايب سلاح من مدازدينه بالدولة مدينه، بيغشوا على الناس بيكذبوا على الناس بدون الله أعلم. يعني أنا ما أعرف الكلام ده بيحصل من وين. طيب الشغل خلتنا نصل للمستويات دي شنو؟ عدم الشغل دي شنو؟ ليه نحن بقينا الشعب؟ معنى إنه عندنا فكر، عندنا مواهب، عندنا مؤهلات، عندنا ناس فطاحلة، عندنا عمالقة، عندنا علماء، عندنا عاملين ممكن نجود من حياتنا، نحسن من حياتنا، نخلي حياتنا جميلة، نعيش. ليه ما نعيش يا جماعة؟ يا خلونا ناكل ونشرب ونعيش بس. السودان ده خلوا ياكلوا، خلوا الناس تاكل وتشرب وتعيش، صلحوا مجانية العلاج، مجانية الأكل والشراب تكون. يعني لاحظوا، يعني لاحظوا شعوب العالم. أنا مرة حضرت مقطع فيديو قال لك جردل الزبالة ده عندهم بيعملوا فيه حاجات كثيرة، من ضمنها شواحن، من ضمنها ممكن تحفظ فيه أشياء ثمينة، صح؟ فنحن ليه حياتنا ما تكون كده؟ ليه لغة الدماء دي أصلا؟ زي ما قال دكتور نيازي ما في حوار. حوار حوار يعني من أكثر أسبابه فشلا عدم الشغل. ما في زول واثق في الثاني، صح؟ ليه؟ الناس كلها إنه أنت هتشيل وحتمشي تعمل، هتكون عمل يعني هتكون أعمال شخصية. وبالمناسبة يعني أنا ما أطلع من موضوعي، لكن له علاقة بفتنة شنو؟ بفتنة السلطة والمال. أيوة، كل ما كانت الأشياء دي في النفس حبا، يعني الناس بتريد الفلوس وتريد السلطة، ما حتقدم للسودان حاجة، والله ما حتقدم للسودان حاجة. هنمشي ونجي راجعين برضو للعيشة السيئة، للأوضاع الرديئة، لكل يعني ما عندنا حاجة حتتقدم لقدام. طيب تكلمنا عن الثقة بالآخرين، نتكلم إنه الوصول للهدف. يعني أنا ما حصل لهدفي لو أنا عايز أبقى أي حاجة في الحياة، ما عندي ثقة في نفسي ما حوصل لهدفي. يا أخي أنا شاب عايز أدرس، عايز أتزوج، عايز أكون أسرة، عايز أكون لي في يعني عايز أكون ناجح في حياتي، ما حوصل للحاجة دي إلا لما سبحان الله. عن تجربة شخصية أنا أحكي لكم، أنا كان عندي خوف إنه أنا ما حقدر أصل للمرحلة الثانوية. لا، زودت صغيرة، انجبت أطفالي، دخلت المدرسة، ومن أنا في ثالثة ثانوي أنا أقول يا ربي حصل ثانوي كيف، يا ربي حصل كيف. الشيء ده كنت أفكر فيه كل يوم بالليل، الثانوي دي يا ربي كيف حجيب درجة كبيرة عشان مثلا أدخل طب. كنت كان نفسي كده إنه يعني أدخل مجال، لأنه من صغيرة بقول لي أمورة الدكتورة. بدأت تترسخ في ذهني الحاجة دي، من شدة الخوف جلست في سنة تانية ثانوي يمكن 6 سنين، درست منهج سعودي، حولت السفارة السودانية، جيت راجع المنهج السعودي، مشيت سبحان الله لفيت ولفيت، آخر نهاية طلعت بأدبي ب81، درست جامعة الملك عبد العزيز، تخصصت الآن في علم النفس، إن شاء الله يا رب أحصل على درجات أكثر وأكثر. السبب لما رجعت لنفسي لقيت هي عبارة عن هزام وخوف داخلي، ما له أي سبب، خايفة بس، أنا خايفة أصل لهدفي ده، خايفة بس أحصل عشان ألقى لي شهادة. إذا الخوف ما بخلينا نحن نصل لأهدافنا. الخوف هو كلمة ضد الأمان النفسي. أنا خايفة من جواي، مهزومة من جواي، تفكيري سلبي دائما في الحياة، في الناس اللي حوالي، ما في ثقة في نفسي، ما في ثقة في الآخرين، ما في ثقة في أهدافي. أنا ما عارفة، ما عندي مبادئ، ما عايشة على مبادئ، ما حصل لهدف. هكون إنسانة لافة كده في الحياة من غير أي فكر، ما حصل لي حاجة. وزي الآن السودان ما حيطلع من المرحلة دي إلا بالثقة. شوف الكلمة دي تلف الدور، لو ما وثقنا في بعض والأمر ده صار في أيدي ناس أمناء يؤتمنوا على السودان، السودان ما حتقوم له قائمة. هنفضل كده ما هما واثق فينا ونحن ما واثقين فيهم، نحن ما دارين تدونا لا مدنية وهم ما دارين يتخلوا عنا كعسكريين، والسبب ما في ثقة. نحن ما واثقين في فلان، يا فرتكان انت كده، يا علان انت كده، يا أخي نحن نكون أي حاجة، كون انت كوز، كون بقول الكلمة دي خلاص يعني خلاص فجروها، كون انت شويعي، كون انت اخوان مسلمين، كون انت سلفي، كون انت انصار سنه، كون انت اي بلوى تاخذك، لكن تعال في النهايه اعمل لي عمل صح للسودان، معلش الكلام ده، اعمل حاجه، لانه الموقف بقى متأزم. نعيش مع بعض كفريق، نعيش كفريق، انت عندك حاجه اعملها للسودان كويسه، انا عندي حاجه اعملها للسودان كويسه، لكن المشكله عندنا اننا ما واثقين في بعض، انت ما تعمل يدوب علامه كروس اطلع برا، ما عايزين خدماتك. طيب يجيبوا ده، لا الحياة ما حتمشي كده يا جماعة. خلي عندنا عقول، يعني خلي عندنا عقول نقدر نعيش بها، نقدر نصل بها لأهدافنا، نقدر نمشي بها مبادئنا في الحياة. انت عندك مبادئ عيش،
درت عيش، معلش اقول الكلمه، درت عيش الدعوه لله، عيش الدعوه، اعمل مساجدك، اعمل دعوتك، ادعي. انت شايف الكلام ده غلط، ما مقتنع به، انت صح، انت ما مقتنع بالدين ده، انت صح، انت مقتنع بالدين، انت صح، فاهمني؟ قال انت صح، ما انت دي فهمك وده تقديرك، ما دام انت فاهم الحاجه دي وحاسبها انها حاجه صحيحه، اعملها يا اخي وريح العالم بدون اذيه للاخرين. عليكم الله بدون اذيه. لا تجيب لك بلاوي من برا تجد ده اسلحه تكتل بها ناس شباب بدون ذنب، ولا انت تعيش في قاعد في كرسيك اذيه للعالم. يعني الاذى وصل للناس يكفيهم، والله الاذى وصل للناس يكفيهم، والاذى وصل للسودان ده يكفي. الحاجه شفناها شايفينها بعيوننا الى الان تكفينا وتغنينا، هيش مؤذي للناس. والله الناس وصلت لمرحله من الاذى ما قادره تعيش. ليه طلعنا من بيوتنا؟ جينا اصلا صابنا صابنا، كلهم تركين بيوتهم جالسين هنا، والشعارات الاندفاع الحرقه دي من شنو؟ بجد الناس دي عايزه تعيش ودايره ابسط ما حياه. كل الشباب يعني زول من الدنيا دي عايش شنو؟ مش عايز يعبد ربه، ياكل ويشرب، صح؟ زوجة تلقلك زوجة تأويليها، حياة طبيعية تمشي في الحياة دي، بس ده كل ده كل يعني حاجة بسيطة في الحياة. ليه الناس مصعبيننا كده ومأزمين الحكاية؟ ها؟ بجد نحن مش عايشين حياة صعبة يعني ومأزمين؟ معنى الحياة بسيطة، معنى الحياة نفسه بسيط، ليه نحن جعلينه بال 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 بالصعوبة دي وبالأذى ده للناس، و يعني أكل حمال للحقوق وتهم وأعراض، ويعني شيء مقرف، شيء مقرف يعني، وشيء ما بمسنا نحن كسودانيين. والله الأشياء اللي حصلت دي يعني أنا الآن يعني بفكر لدرجة أحيانا بيجي عقلي ده ينفجر، كيف أستاذ يمسكوه؟ يعني السبب شنو؟ الحقيقة دي ما تنقال. طيب وين 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 المشكلة لو أنا قلت الحقيقة؟ وين المشكلة إذا قلت عنك حقيقة؟ طيب المسؤول اللي بيشيل بكنز الذهب ده، انا بيني وبين نفسي بظبني ذهول، غير فيلا يسكن فيها، غير سياره يسوقها، قول سياره ب 500 مليون دولار، سوق سياره ب 500 مليون دولار، انت مسؤول. طيب ابني بيت، خلي عيالك، ده انتهى لغايه هنا. طيب امنح الناس الغيرك حياه كريمه، بس ممكن يحصل وممكن يحصل، ممكن يحصل. يا جماعه شفتكم نايمين، خلاص شكلي كلامي ما نافع، كلامي ده ما جاي، ما ركز. يلا خلاص اطلع من انا بطلع من المواضيع. طيب نعم. طيب انا والله ما حضرت الموضوع من الاول، لكن بس في المساله بتاعت الصيغه في النفس يعني عاوزين نستشهد بمثال بسيط عشان نقدر نبنيه صح، عشان نقدر نبنيه صح. القصه دي حصلت في رواندا اليوم في العام 1994، في يوم واحد حصلت مجزرة بين الهوتو والتوتسي. ففي يوم واحد الحرب الأهلية دي حصدت 800,000 شخص، ما كان ممكن يلتئم الجرح ده تماما. الآن رواندا من أسرع دول اقتصاد النمو في أفريقيا، بفضل شنو؟ الناس رجعت الصيغة لبعض وعملوا حاجة واحدة واتفقوا كل الشعب عليها رغم المرارات. يعني ده قتل أخو ده، وده ضرب ده، وده سوى ده، لكن حملوا حاجة واحدة قدرة جمعت الناس وبنت الصيغة فيهم، اللي هي شنو؟ إعلاء قيم التسامح بين الناس. نحن كسودانيين محتاجين نعلي القيم بتاعت التسامح رغم الاختلافات العقائدية الدينية المذهبية تمام العرقية. عشان نحن نقدر نبني البلد دي صح، محتاجين ان نحن نعلي قيم التسامح. بالنسبه للمساله بتاعت الصيغه في النفس، في اشياء كثيره جدا جدا بتاثر عليها. يعني انا بربطها بعده حاجات، اللي هي مثلا التداول السلبي للاخبار. مثلا يا اخي انا الليله سمعتها فلان ده مشى في الحته الفلانيه دي، مثلا في عربيته ركب معه زول، الزول ده قام مثلا نهبه او ضربه، معناته انا ما اقوم اسوق زول ثاني معي مثلا على سبيل المثال. فالمساله دي اول شيء بتقطع المروءه في الناس، تناقل الاخبار دي بيفقد الناس الصيغه في بعض. فالعامل الاول ان احنا عشان نقدر نصل للحكايه دي، نصل لمساله الصيغه ونسخ في بعض، انه نحن ننسى كل الخلافات، نعلي قيم التسامح بين الناس عشان نقدر نحن نبني وطن يسعنا جميعا. شكرا. طيب الاخر نقطه نحن ممكن نتكلم عنها اتخاذ القرار. طيب انت لما تجي تتخذ قرار في حياتك، قرار سفر، قرار زواج، قرار دراسه، قرار اي قرار، قرار انا عايز ابدا مشروع، اي قرار ممكن انت تتخذه في حياتك، ممكن كيف تتخذه؟
تتخذوا بأي طريقة. أنا بحب الناس دائما يقولوا أراهم بعدين نجمعها كده في نقطة. كيف بتتخذ قرارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اتخاذ القرار بيجي بناء على الحقائق، يعني انت في النهاية الحقائق المستند عليه والشيء الدائر بتعملها دي قرارك بتتخذ عليها، وكل ما بقت يعني انك حقائقك مسندة على شيء بيكون قرارك سليم. اتخاذ القرار بيكون مسند على حقائق. طيب قرار بخصك انت او بخص الاخرين لازم يكون في حقائق انت عشان تقدر تستند عليها. كمان الامكانيات بتاعتي على حسب الهدف اللي انا عاوزه موجودة عندنا ذاتي. تمام الامكانيات هيا. الواحد لازم يخطط للمشروع، يعتبره ده مشروع ويخطط له ويشوف الخيارات كلها، بعد ذاك يشوف الخيار اللي بينفع معاه وماشي مع قدراته بيتخذه، يكون عارف انه النتائج السلبية والإيجابية والمخاطر. دراسة الحالة. طيب انا ممكن يكون عندي ثقة وعندي ثقة في نفسي عشان اعمل المشروع اللي عايز ابقى عليه، يعني ثقة اهم حاجة، ثقة في النفس يعني. طيب عشان نصل لمرحلة القرار إننا لازم نثق في قدراتنا الداخلية. يعني أنا مستحيل أبدأ مشروع، أي مشروع عايز أبدأه مستحيل أبدأه وأنا نفسي ما مقتنعة به. أنا ذاتي عايز أمشي أفتح لي مثلا مشروع تجاري، عايز أبدأ في دراسة، أنا ما مقتنعة ومهزوزة من جوي، أكيد النتائج حتجي سلبية. ها وقس على ذلك من 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 أدنى مستوى في العيلة في الأسرة إلى أعلى مستوى في الدولة. إذا فقدنا النقطة دي هنفضل الحياة كده دائرة مغلقة، هنفضل لافين في السير كده كده، ما هنصل لي حاجة، ما هنصل لي نتائج. طيب هناخد يعني أنا حابة أتكلم عنها نقاط هنا اللي هي طرق كسب الثقة بالنفس. وأنا عايزة أكون إنسانة واثقة من نفسي. كيف أكون إنسانة واثقة من نفسي؟ اللي هي يعني حددها بسرعة كده، العلم والمعرفة. طيب ده من أسباب كسب الثقة، التربية أو التنشئة طبعا حكون الإنسان كجزء مالي ويد فيها، صح؟ يعني ما حنقول للمجتمع أو البيئة أو الأم والأب أنتوا نشأتوا الطفل ده على غير ثقة بالنفس، لكن ممكن تتدارك الحاجة دي وانت كبير. يعني مش الناس اللي بتكون عندهم تردد وتخبط وده ممكن يوصلوا في النهاية لحاجة بأنهم شنو يكون عندك في علم النفس يسموه استفسار، صح؟ يسموه الاستفسار بالنفس، يعني يكون أنا عارف نفسي نقاط ضعفها نقاط قوتها. طيب كمان جودة الحياة. طيب جودة الحياة دي حابة أوقف عندها شوية. يعني شنو حياة مجودة، حياة محسنة؟ أدوني كده في فكرك ومنتوا الآن لما أقول لك جود حياتك، حسن من حياتك، قصد لك بها الحاجة دي شنو؟ رتب حياتك، ترتيب الحياة، ها الجودة الحياة كون نجود حياتنا ونحسنها. مو معنى أنا يكون عندي بيت فخم، سيارة، فلوس أرصدها في البنك، لا أنا بقصد جودة الحياة. تكون جودة حياتنا، كيف بنجود من حياتنا؟ يعني ابتعاد الافكار النمطية. تجود حياتك بانك انت ممكن يعني الزول الساكن في 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 فيلا والفيلا بتاعته تكون نظيفة، ممكن انا اكون ساكن في راكوبة وتكون نظيفة، والعدة بتاعتي تكون نظيفة، ملابسي انا القديمة اللي لها سنة قاعد البس فيها تكون نظيفة وتكون مكوية وتكون مهندمة. تجود حياتك بانك تفلترها، تطلع منها الشوائب، تطلع منها السلبيات، ترتب بالحاجة اللي عندك اللي هي غناعة. تكون غنوع بالحاجة قدامك، ترتب حياتك. يعني لو عندك ترابيزة واحدة وكرسي ما تخليهم في نص الغرفة، خدتهم في حتة في زاوية، مرتبات منظمات. انك تجود حياتك ده انك ترتبها ايا كانت بساطتها هي قدر شنو. يعني انت بتجود حياتك زي ما قال الاخ ده كلام جميل، يعني انت بتجودها من حاجة البسيطة. مو معنى انا عايز اجود حياتي احسنها، لا انا بنتقل من مستوى اجتماعي، وده الخلى كل شبابنا. يا جماعه انا لي في السودان سنه، اي شابه بلتقيها بقول لي انا ما انفع اعيش في السودان، انا لازم اسافر برا السودان.
هو انا يعني انا بستغرب اقول والله انتوا لو شفتوا الغربه اللي عديناها نوم واكل وشراب وبدون اي اهداف حاجه محزنه من يعني الاشياء السيئه في الغربه. يعني الواحد ماشي وما عارف ما فاهم الغربه دي بس انا عايز اخترب عشان احسن حياتي صح. والله انتوا قاعدين تهدموا اشياء جميله في الحياه والله. يعني اقول لكم غربه يمكن بعد 30 سنه او طول عمر طول عمري مغتربه صح في اشياء ايجابيه نوعا ما يمكن تلاقي المال لكن بتفقد اشياء كثيره. يعني انا هسه بقول والله اولاد المغتربين دي زي الايتام زي الناس اللي تربوا من ام واب. يعني ما الاب موجود لكن بعيد صح ما عايشوا كاسره. يعني انت لو عشت تحت ظل راكوبه لكن عشت حياه اليفه وفيها حنان وفيها يمكن الكلام ده ما يعجب ناس كثيرين يقول لي انت ما جربت الحرمان ما جربت انك فقدت حاجه او احتجت حاجه او مثلا لا هي الحياه ما كده. قد تمتلك اشياء يعني ماديات في الحياه لكن في اشياء لو نحن فقدناها والله ما لها ثمن. يعني من ابسط الاشياء انت لما تحضن انسان قريب لك وتحس بوجود قربك دي من الأشياء والله لا تقدر بثمن. يعني دي ما أشياء ما تقدر بثمن. طيب من ذكروا النقطة السؤال اللي كنا بنتكلم عنه معلش كيف تجود حياتك. من أشياء اللي ممكن تجود بها حياتك ممارسة الرياضة شرب الماء الكثير الإقلال من الانفعالات. أيوة إحنا شعب إحنا حريين خلاص أنتم لاحظين قاعدين والله العظيم تلقى راكب في 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 الباص والشكل مع ده وضارب في ده وانت تعال هنا. انا مرات بقول لا يعني بقول يا رب ده الدم الافريقي ده شكله كده ما معقوله. يعني في اسباب تافهه الناس بتزعل فيها ما تنفعل كثير. ها حاول مارس رياضه يوميا. ده العرب ممزوجه بدم الزنوج الحاره ده الاهلي. طيب الانفعال ده ذاته يعني الانفعال الزائد أو الانفعالات الآن بيشوفها في الاعتصام دي اسم لاحظ ليها الناس منفعلة بزيادة. ده من الأشياء اللي احنا لو تركناها ممكن نجود من حياتنا. طيب الدنيا انتو كمان الدنيا أشياء ممكن نجود بها حياتنا شنو جودة حياة زي ما قال ده النظافة. أيوة أنا بحب أتكلم عن الموضوع ده كتير. النظافة دي يا جماعة سواء كان نظافة من جوانا من حقد وكره أزل الآخرين أو سكان نظافة في 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 في, في السودان ده كده عاين واسم شو الشوارع يا جماعة ماشي مخجل إننا كشعب كنشوف مطارنا شوفوا مرافقنا العامة بجد نحن للأسف وسخانة ما مرتبة. يلا نحن بنرضى ما نكون في بيوتنا نكون بالطريقة دي كمان نحن ما دارين سوداننا يكون كده دارين لما نطلع برا السودان نقعد انت سودانيه وافتخر. يعني انا ممكن اكون قاعده في اي مجتمع انت سودانيه عين احنا سودانيين لانه احنا كشعب والله ما لايق. انا قاعده وانا في اي مجتمع اقول احنا ما لايق علينا التطبيل والرقص والامور تراق علينا العلم صح. السوداني بيفتخر بانه انسان متعلم انسان اسلوبه راقي انسان فكره راقي لكن في شعوب جاي عليها معلش للكلمه دي اي لو رقصوا لو طبلوا لو عملوا لو اشتهروا باي اشياء تانية لكن احنا بنشتهر باخلاقنا ومبادئنا وبتعليمنا بشعب متعلم. وللاسف 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 الاشياء دي ضاعت من الشعب السوداني ضاعت بضايع اشياء كثيره. يعني اذا كان معلش نحن نكون واقعيين كده ادوا نظره في السودان كده ادوا نظره في الشوارع ادوا نظره في يعني ماشي جميل احنا بكون عايشين في بلد زي ده صح. يعني الناس اللي اتكلمت الموضوع ده انت يعني سيبيكي هو ما خلاص اشياء كثيره من البلد اتلهفت الفلوس والخيرات والدا ودا صح. نحن بنقول نحن ما بدنا بالاشياء الصغيره دي الاشياء الكبيره دي ما حنقدر نصليها. يعني ما حنصل غمه في نكون امناء على اشياء كثيره ونحن ما مؤتمنين حتى على اشياءنا الصغيره. يعني نحن لو ما بدنا نلقط دي زي دي كده من الارض نشيلها وخدتها في مكان خاص بها للزبالة نحن ما حنكون شعب ما حنصل للرقي في أي مستوى تاني. طيب نجود حياتنا يعني حتكون آخر نقطة اللي هو جودة الحياة دي حوقف عندها وحاختم بها بشنو كمان بما انه نحن عندنا سلوك سلبي لازم نصنع سلوك ايجابي. يعني حاجه نحن دايرين نغيرها بنجيب البديل بتاعها عشان نقدر نمشي قدام. المبادره لا للعنصريه نعم للتنوع. الحاجه اللي نحن زعيم فيها كيف نصنع تنوع. يعني العنصريه دي البديل بتاعها تنوع طوال.
فيا ريت تساهموا معنا كلنا في السلام الاجتماعي اللي نعمله ان شاء الله. كلام جميل انه ممكن نحسن حياتنا بان نكون نحن مجتمع نقبل بالتعدد. يعني ودي يعني يا جماعه سبحان الله في الاسره, في الاسره ها انت بتلقى اخوك عنده فكر وانا عندي فكر واختك الصغيره او عندهم افكار. في ناس بيكون عندهم الاتجاه الواحد وده صعب التعامل معهم. اقول لكم يعني يمكن انا عانيت بالحاجه دي. يعني انا اهلي الكلمه دي يعني هو لو سمعوني يعرفوا الحاجه دي الله يهداه يودينا في داهيه. اهلي من النوع اللي عندهم الاتجاه الواحد, يعني ده الطريق الصح لازم انت تمشيه. معنى انا ما زي يوم يا جماعه, انا ما زي يوم, ما عايز اقول اتطور واقول كلام ثاني يا دكتور ايمن احسن اسكت على ده. لكن خلاص في ناس في ده لا اللي ما يقبلوا التعدد ما يقبلوا التنوع ده صعب التعامل معاهم. وده لو ما قبلنا في سوداننا وللمر للمرة المليون للمرة المية إذا ما قبلنا ونتقبل الآخر. أنا ما تقبلتك أنت وإنت ما تقبلتني ما حنقدر نعيش صح؟ ما حنقدر نعيش. لما أنت أنا تسامحت معك في حاجات وإنت تسامحت معي في حاجاتي ما حنقدر نعيش. والنزاعات والحروبات الفكرية دي بس بيني وبينك أنت غلط وأنا صح وأنت غلط, لا أنت صح وأنا صح. أنت صح بالحاجة اللي أنت مقتنع بها أعملها, أنت شايف ده صح أمشي أعمله, أنت شايف الحاجة دي غلط أنت معناته صح لأن أنت شايفها غلط. خلاص كل على قولهم لو ما عشنا كده أي واحد ينام على الجنب اللي بيريحه بجد ما حنصل لنقطة إننا نلتقي فيها. طيب من آخر حاجة, طيب في كلام ممكن تقولوه الحاب يضيف عن جودة الحياة في الزمن آخر شيء؟ تسامع تسامع يعني الناس يكونوا مسامحين مع بعض بس تسامع. طيب هو التلخيص لمحاضرة الدكتورة هي انتهت بالغرار. قبليه كان الهدف, قبليه كان الالتفاف حول المبادئ, قبليه كان الصغة في النفس والصغة في الآخرين. طيب أنا حعمل أبسايد داون حاجي من فوق. الهدف انت عشان تصل للهدف لا للغرار, الغرار انت عشان تغرر لازم يكون عندك هدف, غراراتك تغودك ناحية الهدف ده. عشان تصل للهدف لازم تلتف حول المبادئ بتاعتك, عشان تلتف حول المبادئ بتاعتك لازم تثق في نفسك وفي الآخرين. لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انت تبدأ بتغيير نفسك. انا الليلة لو بقيت بثق في نفسي وبثق فيك كويس, انا لما نثق فيك انت ببقى لك انت محل ثقة وتبقى لي انا محل ثقة. انت انا لما نثق في نفسي بكون محل ثقة للناس كلهم. انا لما نغير من نفسي بغير من اسرتي بغير من المجتمع. تغييرك انت بيعني تغيير مجتمع كامل من اسرتك للمجتمع, عرفت؟ فلما نحن نزرع الصيغة دي في نفسنا وفي الآخرين بنقدر نصل لأنه نحن نلتف حول مبادئنا. بالتالي لما نلتف حول مبادئنا حصل هنقدر نصل لوين؟ لوين؟ لهدف. وصلنا لهدف بعد ذلك إحنا هنقدر نغرر الغرارات الصحيحة اللي بتغودنا إحنا نحقق هدفنا ده. فدي ده تلخيص للمحاضرة بتاع الدكتور. بعدين في تعقيب بسيط على الحرب الأهلية اللي كانت في رواندا. من الحاجات اللي انتهت من العنصرية في رواندا انه الرئيس جاء سن قانون انه حتى كلمة عنصرية بين القبيلتين اللي كانوا بيناتهم الحرب سن قانون. ايوه انه ما في كلمة انت ما تقول له انت فلان وانا فلان. قلت الحاجة دي عقوبة, دي جريمة يعاقب عليها القانون. فالقانون هنا ذاته كان من الحاجات اللي ساعدت في ردع الحاجة دي وخلت السلام يعم والناس تعيش في محبة مع بعض. شكرا لك يا أخوانا. هنكتفي بهذا القدر ونشكر الأستاذة أميرة على المحاضرة القيمة عن الأمان النفسي والثقة. في مداخلة أخيرة من بروفيسور حسن بلة وهو إن شاء الله حيكون الفقرة الجاية بتاعته حول الموضوع بتاع المحاضرة. تفضل يا بروف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. نشكر الأستاذة عن الكلام القيم اللي قالته. عايز أعمل إضافة بسيطة جدا يا أستاذة. في الآخرين إعلاء قيم التسامح, كل الكلام الجميل اللي قلتوه ده الحل حقه شنو؟ التعليم. التعليم. الصينيين عندهم مثل يقول لك إذا أنت عايز تخطط لسنة أزرع رز ولا قمح, عايز تخطط لعشر سنوات أزرع شجرة,
عايز تخطط لمية سنة علم الناس، علم الناس. فإخوان الآن في أساليب التعليم الحديثة، التربية والتعليم، في مادة أدخلوها، في مادة أدخلوها مهمة جدا اسمها المهارات الحياتية، المهارات أيوة life skills، من المدرسة يمكن قبل المدرسة الابتدائية أنت بتزرع في الطفل ده بعض المهارات اللي بتقوي ثقته في نفسه، تعلمه متين يقول لا، متين يقول أيوة، متين يكون عنده جرأة، ده كله بالتعليم. المهارات الحياتية دي بعض الدول حولنا اعتمدتها في المناهج حقتها، لكن إخواننا حلنا في النهاية في التربية والتعليم. يعني التعامل مع جيلنا دي الحقيقة أنا في جيل بعيد منكم، لكن جيلكم أنتوا وجيلنا قد تكون في تدابير لتقوية الثقة في النفس، قد تكون في تدابير لزرع أو غرس قيم التسامح، لكن إذا أنتوا عايزين أجيال معافاة، أجيال تنهض بالبلد، لابد من تغيير التعليم عشان يكون تربية وتعليم، مش تعليم بس، تربية وتعليم. فالتعليم هو أساس كل شيء، ونحن في السودان ما بعد الثورة نتوقع أنه تحصل مراجعة للمناهج دي، تحصل مراجعة للمناهج عشان تعلم الناس الثقة بالنفس والثقة بالآخرين، تعلم قيم التسامح، تعلم أشياء كثيرة جدا جدا. فنسأل الله أن يلتفت القائمين على الأمر في الحكومة القادمة على النظر بجدية في موضوع التعليم. التعليم مهم جدا. بلاد شايفيننا تقدمت دي أخواننا اليابان وألمانيا وأمريكا كلها، السبب فيها نوعية التعليم، والناس بيدرسوا التجارب حقت اليابان والألمان والأمريكان عشان ياخدوا منا الشيء المفيد. فنسأل الله أن يهيئ لنا يعني مسؤولين يعرفوا قيمة التعليم ويوجهوا التعليم بحيث أنه يكون سبيل لنهضة السودان. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا أخوانا. بذلك نختتم المحاضرة بتاعت الأستاذة أميرة الفكي، مشكورة، وهي يا أخوانا في خيمة الدعم النفسي. أي واحد يا أخوانا، قلنا الجسم بيمرض والنفسي بتمرض، أي واحد يا أخواننا في محيط الاعتصام. أنا شفت هسي شباب البداها، واحد من الشباب اللي هو العلاج بالكوراك مدنية، كان كل يوم بيجي مر من هنا لحد ما بقت فايرل، بقت على محيط الاعتصام كله بتسمع الناس بيعالجوا نفسهم بمدنية. لو أنت محتاج خطوة زيادة إضافية، خيمة الدعم النفسي بتلقوا فيها أستاذ أميرة ومع عدد من الدكاترة التانين اللي هم اختصاصي الطب النفسي وعلم النفس. فالناس تمشي لهم هناك، تقعد تبرد وتحكي وتفضفض إلى آخره. فشكرا جزيلا لكم أستاذ أميرة، شكرا جزيلا. وحنوقف اللايف هسي هنا ونبدأ لنا لايف تاني اللي هو مع الأستاذ، مع الدكتور.